نختم الجولة في عملة الرأي والمقالات بزاوية رؤى وأفكار لرئيس تحرير الصحافة الكاتب إبراهيم الصديق، يقول بعنوان الذهب والأسعار المناسبة أيضا. يستهل الصديق زاويته بأن الأيام الماضية شهدت حركة سحب واسعة للمدخرات والحسابات من البنوك في ظل تراجع الجنيه السوداني، وأن كل هذه المبالغ كانت تتجه إلى العملات الأجنبية. هذه المرة اتجهت إلى العقارات التي ارتفعت أسعارها خلال الأيام الماضية. إشكالية كبرى في حركة النقد والسيولة في السودان، بما أنها توظف في مجالات لا تدعم الإنتاج والإنتاجية ولا تحقق زيادة في الناتج القومي، يرى أنها تجارة ذات طابع طفيلي وتعتبر أكبر المظاهر سلبية في اقتصاد نام. بل كانت أزمة العقارات واحدة من أزوي الأزمات الاقتصادية التي هزت العالم عام 2008 على حد تعبيره. يشير الكاتب إلى الإجراءات الجديدة التي وضعت وتضمنت زيادة شرطة المعادن، ويضيف يبدو أن هناك بعدا آخر من الضرورة استصحابه، وهو سعر شراء الذهب من المنتجين. وكل الإحصاءات تشير إلى أن 80% من إنتاج الذهب مثلا من التعدين الأهلي، وهم أفراد وشركات صغيرة وليس لديهم قدرة على التهريب، بل يعرضون إنتاجهم للبيع بمجرد تنقيته في مناطق الإنتاج. يختم الصديق زاويته بأن مناطق التعدين بحاجة لوجود أكثر لبنك السودان وبأسعار مناسبة وعادلة، لافتا إلى أن أسعار البنك كانت في كثير من الأحيان أقل مما تطرحه أي شركة أخرى، ولذلك تحصد تلك المجموعات أكبر مردود للذهب في حصائلها، وأن ثمة خيارات كثيرة يمكن أن توفر الجهد وتحقق المقاصد على حد تعبيره. أنتقل بكم الآن إلى الفقرة التحليلية، يصحبني فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد عبد العزيز، فابقوا معنا.